استهلت الزيارة من مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة، حيث وبعد مراسم الاستقبال من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة بتمنغاست. وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفي هباوي الوافي الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعد ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة، بث عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى جميع وحدات الناحية، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية أكد فيها أن الجزائر الوفية لمبادئها ستقف دائما مع القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. من هذا المنطلق كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضايتين الصحراوية والفلسطينية، لأن الاحتلال ليس مجرد ممارسات قمعية ضد الشعوب المحتلة، بل هو سطو على كيانها وهويتها ومقدراتها، بل وحق مواطنيها في الحياة، وما يتعرض له الشعبين الشقيقين في كل من فلسطين والصحراء الغربية المحتلين يبرز أبشع صور التنكيل بالمدنيين، خاصة منهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة أبسط القواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من التباعد الجيوغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلى أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسة القهر والظلم والاستبداد والسعي بكل الوسائل إلى تشويه وطمس هوية الشعوب المحتلة والدوس على كرامتها بانتهاج سياسة الاعتقالات التعسفية والقتل والتجويع والتهجير الجماعي وإقامة جدران الفصل العنصري والاستغلال الجائر لمواردها الأولية. وشجعهم في ذلك ازدواجية معايير الإعلام الدولي الذي يبرز الاحتلال باستخدام التضليل وترويج صور مغلوطة تقلب الحقائق وتصور المعتدي في ثوب الضحية وتجرم المقاومة المشروعة. السيد الفريق أول أكد أن إرساء موجبات مجتمع دولي قوي ومتضامن يبقى الحل الأمثل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال في كل مكان. ومهما اختلفت الثقافات والجغرافيا، يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمع المقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل الصمت
وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها. قلت إن استمرار الاحتلال في اقترافه لمثل هذه الممارسات المشينة يهدد الأمن والسلام الدوليين. لذلك فإنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص، كل الحرص من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرسام واجبات مجتمع الدولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر، والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع الأمم دون استثناء. في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق أول جملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تحسين الظروف المعيشية والعملية للمستخدمين، وكذا رفع الأداء ودرجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية على مستوى هذه الناحية الحساسة. قبل أن يفسح المجال عقب ذلك لإطارات الناحية للتعبير عن انشغالاتهم واقتراحاتهم. شكرا لك.